اهلا، السلام عليكم لويزات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار، دونك مع فيديو جديده ان شاء الله. هذا النهار ما بديت لكمش لاغوتين من الصباح، دونك بديتها غير هكا في الوقيته ديال الغدا. درت هذا النهار طواجين ديال الحوت، وبالنسبه للطاجين ديال الحوت عادي، كندير فيه غير شويش ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الحامض، الثومه والقزبر، واكيد كندير له شويش ديال لاصوص طوماط او لا مطيشه ديال الحك، وصافي. وكنخلط داكشي مزيان مع بعضياته كيف ما شفتوا. نقص الضروري باش هكا كندير الخضره حتى هي شويش ديال لاصوص، وصافي. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت الحويته ديالي، وهكا بديت كندهنها هكا من الداخل باش تجي هكذا بنينه من الداخل، وصافي. وضروري شويش ديال الزويته روميه وشويه ديال الزويته بلديه. وهنايا غنحاول انني نستف الخضيره ديالي، وغادي ندخلها للفران. المهم الخضره شنو ما كان عندكم، سواء كان بطاطا وخيزو ولا بطاطا وفلفله ولا المهم لي كان. انا درتها هنايا كيف ما كتشوفوا بالبطاطا والفلافل، وقطعت عليها هكا واحد المطيشه من الفوق، وصافي دخلتها للفران. المهم هذا النهار هادشي شنو درت، مع واحد الشلاضه خضراء. وان شاء الله هذا النهار غادي نتقاسم معكم اشنو درت. مهم فريمون النهار سكنت في داري تقريبا هادي عام وشي، وتكون هكذا واحد الشهرين، عام وشهرين، عام وشهر باش سكنت. المهم كنت سكنت في الاول ديال فيفري، دونك شي عام وشهرين هادي باش سكنت. ومنين سكنت ما عمرني ما يعني، واخا كنخمم البيت النعاس ونسحو ونسحلو حيوطو وهذا وهذا، ما عمرني زعما ما فكرت انني نبدل له الديكور ديالو ولا يعني. هاد المده كامله وهو باقي نفس يعني نفس البلاصه، كل حاجه شاده بلاصتها. دونك هاد النهار قررت انني نغير، نبدل هكا شويش الديكور. المهم نحس بان فيه واحد شويش ديال الحيويه يعني، واخا كنحاولوا اننا نبدلو خديديات او لامانطات او لا شي حاجه. المهم دغيا كيطلع لنا عاوتاني في راس، دونك غنحاول انني نبدلو يعني. غادي تدوز عليا هاد النهار تمارش شويش قاصحه ولكن ماشي مشكل، واحد يخرج من هذاك الروتين يحس بشويش ديال التغيير. وصافي، وغادي نشارك معكم ان شاء الله هاد النهار كيفاش صوبتو، كيفاش بدلتو. المهم كيف ما كتعرفوا شي حاجه اللي هي بسيطه واللي عندنا في الدار هي اللي كنبدلو بها شويش الديكور، يبان بان راه عطينا واحد شويش ديال الحيويه، وصافي. هادشي ما كاين يعني، ما غاديش نتشبطوا فين نتفلقوا كي كنقولوا. المهم نقادوا وننظفوا وهادشي ما كاين. المهم هانتوما خليكم معايا، واكيد غادي تدوزوا معايا جميع لي زيتاب، واكيد تقولوا لي من بعد الراي ديالكم كيفاش جاكم، واش نخليه بحال هكا ولا عاوتاني دوز واحد المده ونولي نعاود نقلب. المهم دابا حاليا غنخليه، لان فريمون ما غاديش نقدر دابا عاوتاني نقلبوا، لان فريمون فيه بزاف ديال التماره، وراكم كتعرفوا الثقل وداكشي يعني، وصحيحة على قد الحال هاي واش غادير. المهم انتم غادي نتقاسم معكم ان شاء الله هذا النهار يعني كيفاش خدمتو، وصافي هادشي ما كاين. Thank you.
كيفما شفتو حاولت على انني نخرج داكشي اللي عندي لداخل. المهم حاولت انني بعدا نزول داكشي اللي عندي في الكوافوز، وهكا كحسو حتى هو القنت. خرجت واحد طابل دو نوي وطابل دو نوي الاخر خليته تما. بالنسبه للماريو حتى هو البنات فريمون عذبني. عرفتي شنو نقول لكم؟ الحاجه الصعيبه في هذا النهار كامل ماشي هو التمره هذه ديال بيت الناس. اصعب حاجه دوزتها هذا النهار هو انني خويت الماريو كله. شي زولت له البيبان، خويته كامل كامل كامل. خليت غير هذاك البيبان الوسطانيين اللي ما يمكن لهمش يزولوا، ما كنعرفش كيفاش نزولهم ونردهم. اما داك ثلاثه البيبات اللي كيكونوا كلهم زولتهم، المجوره اللي عندي من تحت منه كلشي زولته، والحوايج خويته عاد قديت انني نزعزعو من بلاصتو لانه فريمون ثقيل واحد الدرجه ما تخيلوهاش. ومنين خففت وزولت منه داكشي عاد قدرت على انني نزعزعو من بلاصتو هكذا وكحزتو الجهه يعني الاخرى. دونك فين كانت عندي هذاك الكوافز زولتها وحطيت في عوضها تما الماريو. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما قلبتو للجهه الاخرى عاد كنحاول انني نركب له عاوتاني هذوك البيبان ديالو. وكيف ما كتشوفوا بديت بالمرايه، حيت المرايه هي اللي خاصها الدار هي الاولى. ومن بعد عاد مشيت جبت عاوتاني جوج الاخرين وعاوتاني لصقتهم. هما فريمون كيعذبوا واحد شويه، خاص كيتقاي تشدي لهم داك السكه ديالهم فين كيتحطوا. عاد يعني تحاولي تديها وتجيبيها تشوفيها بانها ما كطيح ما والو، عاد تاكدي بانها صافي راها هذاك راك ركبتيها مزيان. ومن بعد من هذا الشيء كامل كيف ما كتشوفوا راه خاوي من الداخل، عاد غادي نضرب له عاوتاني حتى هو واحد المسحه. المهم تمر هذا النهار خرجتها مني. يعني انا مشيت غير باش نشوف كيف ندير نبدل الديكور بيت نعاس، صدق بدلته كامل. ما عندي ما ندير. دونك صافي هنايا عاوتاني زولت المطلة حتى هي زولتها. وبالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على هذوك الخشبات دابا اللي كنصطم عليهم، قالوا لي اسماء واش خدمتيهم عند النجار؟ لا البنات ما خدمتهمش عند النجار، نهار شريت بيت ناس يعني شريتهم كاينين فيه، ولكن ما كانوش عندي داك الطبالي اللي لتحت يعني ديال السدار، هذوك ما كانوش. كانوا عندي غير هاد الخشيبات هادو اللي دابا كنزولهم من فوق من السومي. كان عندي غير حدايد، يعني كان غير حدايد لاصقين اصلا في داك الناموسيه، فهمتوا؟ دونك من بعد هادوك شفتهم بانهم بداو يعواجو ماشي صحاحين، وداكشي داكشي باش حنا زولناهم ومشينا خدمنا هاد الطبيلات هادو عند النجار. وصافي فاش خدمنا هاد الطبالي حطيناهم وبدينا كنحطو فوق منهم هادوك الخشبات اللي زولتهم دابا وصافي. يعني ماشي خدمتهم عند النجار ولا شي حاجه، هادوك كانوا اصلا تشراو مع بيت الناس. هاد الطبالي دابا هما اللي اصلا صوبتهم وصافي. وهنا عاوتاني زولت. ومهم كاين شي حوايج كنصورهم شي حوايج، لا مثلا هنايا راني شطبت عاد بديت هكذا كان وجففت وعاد بديت هكا كنكحز، عاوتاني بلاتي غادي نعاود الجفاف. المهم شنو نقول لكم؟ كنتحارب مع هاد بيت الناس بيا ولا بهاد النار حتى نكملو. ايوا صافي هذا ما كان. المهم نخليكم عاوتاني شويش بلا ما نكثر عليكم بلا بلا.
فاكيد من بعد اكيد غادي نشارك معكم البيت ديال الضياف ان شاء الله. ان شاء الله راه وصلني، راه عندي دابا هنايا في الدار، ولكن مازال ما خديتش بزاف ديال الحاجات، دونك مازال ما خديتش الريدو، مازال ما خديتش الرواق، مازال ما خديتش ما عرفتش واش غادي ندير الزربيه او لا، يعني شي موكيت او لا، خصوصا دابا غيبدا يدخل الصيف، الصراحه مازال ما عرفتش شنو غادي ندير. دونك كاين شي حوايج مازال ما كملتهمش بالصخره، داكشي علاش ما بغيتش نلمطو، بغيت فاش يعني نمسحو ونقادو ونحطو ونفرشو، يعني حتى يكون عندي كلشي في الدار باش هكذا نتشارك معكم هذاك النهار، يعني باش نساليه وتشوفوه في نفس الوقت كيفاش غادي، كيف جاكم. المهم هو غادي يجي رويمي ومعه هو صغير وداكشي، دونك وكي قلت لكم باش هكذا منين يجي شي حد ان شاء الله يلقى هكذا فين ينعس وما يتكرفش هكا فوق داك السدادر، بما ان الحمد لله دابا اللهم لك الحمد يعني الدار الحمد لله كبيره وكاين اتساع، فكل واحد هكا يلقى بعدا بلاصه فين ينعس وصافي. وكيف ما كتشوفوا هنايا بديت كنمسح هذا الشيء ونردو هكا لبليصاتو، وان شاء الله هاد نخفف، ما غاديش نخلي هذا الشيء هكذا كتير. دونك مي غادي نفرش هذاك البيت اللي عندي الفوق، فاكيد غادي نطلع شي بعض شي مكياج الفوق، فاكيد غادي نطلع اكيد شو سميتو هاد لي بارفان كاملين اللي عندي هنايا، ما غاديش نخليهم، يعني غادي نخفف شويه، يعني غنلقى فين نحط عاوتاني، حيت اصلا خديتو غير بطابل دو نوي واحد، حيت كي قلت لكم البيت صغيره وشو سميتو، وخديتو غير كوافوز واحد، المهم كوافوز اصلا كيكون واحد، دونك كوافوز وطابل دو نوي واحد، ولكن هذاك طابل دو نوي درت معاها بالشوار، قلت له الا جاني غادي نخليه، سينو راه غادي نرجعوا له، لان ما عارفاش واش غادي يجيني اولا، حيت البيت كي قلت لكم عندي ضيق شي شويه، هي هذيك. وان شاء الله مع الثمن ديالو داكشي، فاكيد داك النهار ملي غادي نشاركوا معكم غنقول لكم الاثمنه بشحال خديت، لانه واحد البنت قالت لي اسماء بشحال خديتي، دونك فاش غنصوبوا داكشي وتشوفي هكا كملمط غنقول لكم بالضبط الاثمنه بشحال كل حاجه خديتها ان شاء الله، ونتقاسم معكم هذاك النهار اكيد في اقرب وقت كنظن. Thank you.
واخيرا ساليتو، ولكن مازال ما ساليتش. دونك هادي غير اللي كيقولوا لهم اش خبارك من برا، مش خ... لا يا المزوق من برا اش خبارك من الداخل، وهدي هي ديالي انا. دابا بيت النعاس كله نقيقي، كله مصوب، كله متول، ولكن اجي وتشوفوا تمر اللي راها مور الكاميرا اللي ما شفتوهاش. دابا راني هنايا، راني صافي ساليت بيت النعاس، ودابا راني جالس كندير لكم المونتاج، ولكن داكشي اللي ما صورته لكمش مازال عاد تابعني. شتي داك الماريو كله اللي خرجته؟ ده حاجة عندي هو انني نطوي الحوايج بزاف، يكونوا بزاف ناري يا البنات. ايوا شتي دابا داك الحوايج كاملين، عاد غادي ان شاء الله ندير لهم واحد الوقيته، وان شاء الله غيكون غدا ضروري على بونبور. غادي نبقى نطوي ونرد، نطوي ونرد حتى يخرجوا لي الحوايج من الودنين ديالي. شكون لي بحالها؟ شكون لي بحالي؟ شكون لي بحالها؟ المهم ما تديوش عليا. شكون لي بحالي تخليها لي تحت في لي كومونتير، شكون لي عندها قاعده حاجه تطوي الحوايج. المهم انا ما كنحمش نطوي الحوايج، المهم نطوي شي حاجه قليله واخا نردها كنغلب عليها. ولكن البنات تصوروا دابا الماريو كامل ناري يا لهويتي. دونك هذه هي النهايه. نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بيت الناس ديالي خليو لي بزاف 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 ديال اللايكات، وهنا نقول لكم تهلاو في راسكم، حتى تلقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا. السلام عليكم.